السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ اجتماع على الميت ونعمل بس على الفيسبوك. اول حاجة هاجي هنا واقول له نيو ميت، فبيقول لي انت عايز كريت ا ميتنج فور ليتر، يعني هيبقى بعد شوية، ولا عايز تبدأ دلوقتي، ولا عايز تعمل سكادول. فانت ممكن تقول له انا عايز اعمل ميت فور ليتر، وهيديك كود معين تبدأ تبعته للناس، او تقول له انا عايز ابدأ الميتنج دلوقتي. فهيفتح دلوقتي الميتنج، فانا عندي دلوقتي التابة ديت بقى فيها الاجتماع بتاع جوجل ميت. طيب انا عايز ابدا اعمل بس، هروح بقى للفيسبوك الصفحة بتاعتي واجي هنا، تمام، وابدا اختار ان انا عايز اعمل بس لايف فيديو. فبيقول لي انت عايز لايف فيديو ايفنت ولا عايز جو لايف؟ هقول له جو لايف مع بداية الميتنج بتاعي. فبيبدأ يقول لي انت ممكن تبدأ بالويب كام او تبدأ ستريمينج سوفت وير، لو انت عندك برنامج تقدر تبث من خلاله. ممكن نبث من خلال برنامج اسمه او بي اس، ده برنامج مجاني واوبن سورس، وتقدر ان انت تعمل بث من خلاله او بي اس، او ممكن او بي اس ستوديو، او ممكن ان احنا من غير الاو بي اس ده خالص. طيب هتختار الويب كام وتنزل تحت هنا تقول له ستارت سكرين شير، تمام، وتبدا تختار انت عايز ايه. ممكن تقول له انا عايز تاب معينه زي كده، او الويندوز معينه، او الشاشه بتاعتك ايا يكن اللي موجود في الشاشه. فاحنا دلوقتي هنختار الميت، يبقى كده مهما كنت شغال هو هيعمل بس للميت بس، وتقول له ايه شير، تمام، خلاص كده هياخد هو من الميت يبس على الصفحه بتاعت الفيسبوك، تمام، خلاص كده. ومنها تقدر تقول انا عايز ابث على اكتر من صفحه، فتختار الصفحات اللي انت عايز تشتغل عليها، كذا جروب تقدر تختار ايه اللي انت عايز تبث عليه. فانا هنا اخترت الكاميرا واخترت المايك واخترت ان انا عايز اشير الشاشه كلها، فانا اي حاجه هتعملها هتظهر عندي هنا، او ممكن اقول له لا انا عايز الميت بس، فيبدا يركز في الميت. كده بقى احنا خلصنا اول حاجه اللي هي كونكت فيديو سورس. بعد كده هنروح على ايه؟ هنروح على الكومبليت بوست ديتيل اللي هي الجزء دوت، هتبدا تشوف لو في اي ديتيل ناقصه تقدر انت تختارها، تمام، زي مثلا بيم اريبيا اهو، لو انت عايز تعمل اديت للبوست ديتيل. فبيقول لي التايتل والديسكريبشن، فهكتب له اي ديسكريبشن دلوقتي، تمام، وتقول له سيف. بعد كده هتلاقي الزرار ظهر لك اهو جو لايف، فتقدر ان انت تبث مباشره على الفيسبوك. فدي الطريقه الوحيده عشان تبث من الميت للفيسبوك على طول.